خريطة محيي الدين الرئيس العثماني، مين يسمع عنها؟ محيي الدين الرئيس، محيي الدين الرئيس هذا من كبار الجغرافيين العثمانيين، رسم خريطة إلى الآن تدهش وكالة ناسا الفضائية في أمريكا فعلا، ومحط أنظار ودراسة، عمل مجلد ضخم كده كله خرائط. إيه وجه الغرابة في خرائط محيي الدين الرئيس؟ وجه الغرابة أنه رسم في خريطته أكثر من خريطة متتالية، رسم فيها المحيط الأطلسي اللي هو بيسموه بحر الظلمات في ذلك الوقت. اللافت جدا للنظر أن ظهر على المحيط الأطلنطي الجهة الغربية منه، ساحل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية من أوله لآخره. محيي الدين الرئيس مات سنة 1513 ميلادية، يعني بعد حوالي 20 سنة من ادعائهم أن كريستوفر كولومبوس اكتشف أمريكا. هو مات بعد كده بعشرين سنة، بعد هذا الاكتشاف بعشرين سنة. لكن الخرائط اللي رسمها مستحيل تترسم في يوم وليلة. خرائط يا إخواني في منتهى الدقة. كولومبوس لما اكتشف الجزائر الشرقية لأمريكا. مجرد ما وصل للجزائر ورجع على أسبانيا تاني وجاب الجيوش وبدأ يعمل احتلال للجزائر الشرقية. هذه الخرائط التي اكتشفت في مكتبة في اسطنبول، هذه الخرائط ترسم كل الساحل الأمريكي من شمال أمريكا أقصى الشمال لحد جنوب أمريكا الجنوبية بتفاصيل عجيبة. العلماء الجغرافيين لما بصوا على هذه الخريطة في أوائل القرن العشرين، اكتشفت هذه الخرائط في أوائل القرن العشرين، لما بصوا على هذه الخرائط وجدوا فيها بعض الاختلافات مع جغرافي القرن العشرين، فقالوا أن هذه الخريطة أخطأت في كذا وكذا وكذا وكذا. ثم وكالة ناسا بعد كده لما صورت ساحل أمريكا من الفضاء بالأقمار الصناعية اكتشفت دقة خرائط محيي الدين الرئيس عن خرائط الجغرافيين في القرن العشرين. تخيل شيء فعلا عجيب، خريطة شكلها مدهش، يعني شيء فعلا في منتهى الدقة. ثم مسكوا الخرائط بدأوا يقطعوا الخرائط على الكمبيوتر ويكبروا أحجامها عشان يشوفوا التفاصيل الدقيقة اللي رسمها. واضح طبعا ده مش شغل بن ادم لوحده، ده فريق علمي جغرافي كامل يعني مهول. لقوا ان هو راسم مش بس الحدود الدقيقة، ده راسم الاحياء النباتية والاحياء المائية والناس اللي عايشة في كل منطقة. قايل هنا عايش حيوانات نوعها كذا وكذا، وهنا عايش طيور كذا وكذا، وهنا شفنا اسماك نوعها كذا، وهنا في ناس لابسة كذا وكذا على الخريطة. سبحان الله. كبروها اكتر لقوا العجب العجاب، لقوا قارة القطب الجنوبي الانتراكتا اللي هي بيقولوا اكتشفت في القرن الثامن عشر الميلادي. هو ميت 1500 القرن السادس عشر الميلادي وراسم القطب الجنوبي في خريطه. يا الله، مين يسمع عن محيي الدين الرئيس العثماني من اعظم جغرافي العالم حقيقة، والى الان تدرس خرائطه في امريكا في وكالة ناسا، الى الان مش عارفين السر ازاي وصل لكل هذا، وايه هو الفريق العلمي اللي كان معاه، وعدد السفن الهائلة التي كانت تجوب ساحل امريكا لترسم بدقة علمية مهولة هذا الساحل. شيء مبهر مدهش مازال لغز، تحاول تحله الناس والمسلمين ما يسمعوش اصلا عن اسم محيي الدين الرئيس. كارثة يا اخوان، محتاجين فعلا نراجع تاريخنا الاسلامي.